أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على عمق العلاقات الراسخة والمتميزة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على مختلف المستويات، وما تحظى به هذه العلاقة من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظهم الله، التي تحقق بفضلها العديد من المنجزات على مختلف المسارات، مسارات التعاون المشترك بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين. جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظ الله بقصر الرفاعة اليوم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين، حيث رحب سموه بسمو وزير الخارجية الإماراتي والوفد المرافق بمناسبة زيارته للمملكة للمشاركة في اجتماع الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة. ونوه بمخرجات اجتماع اللجنة العليا التي أسهمت في تعزيز التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب تحقق التكامل المنشود على مختلف الأصعدة، مشيدا بالجهود التي تقوم بها اللجنة العليا المشتركة من أجل تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية وتحقيق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين والدفع بالعلاقات المشتركة نحو كل ما من شأنه الخير والنماء. وقد نقل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تحيات وتقدير أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأصدق تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والازدهار. كما أبلغ صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سمو وزير خارجية دولة الإمارات بنقل تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخلص تمنيات سموه لهما ولشعب دولة الإمارات الشقيق بالمزيد من الرفعة والنماء. وقد أشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تجاه مملكة البحرين وشعبها في مختلف المحطات وتقدير المملكة لهذه المواقف النابعة من علاقات وروابط تاريخية راسخة تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، منوها بالأدوار الفاعلة للإمارات الشقيقة إقليميا ودوليا وجهودها في تعزيز العمل العربي المشترك وإرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام. من جانبه أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يلي سموه من حرص واهتمام بتعزيز مستويات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين والشعبين بما يحقق التطلعات المنشودة، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار. هذا وقد أقام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مأدبة غداء تكريما لسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق.